منح الوداد الرياضي اللقب التاريخي بينما كرة خطيرة صعبة صعبة ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ ماذا هناك يا اليوم يا نيانت يرفض الهدف في هذه اللحظات. نعم بعد التدخل الاول من ياسين الخروبي لكن لمسه ثانيه. ماذا يقول الحكم اليوم؟ سنشاهد الاعاده مشدده. البدايه صعبه جدا على دفاعات نادي الوداد البيضاوي في لاكاتسي اللي حط في المرمى لكن الحكم المساعد كان له راي اخر. يتجه اليوم نيانت للحكم المساعد في هذه اللحظات حتى يتيقن من قراره هل سيقر بالهدف. ان شاء الله ان شاء الله الإجابة كلها ان شاء الله الإجابة كلها. إشارة لهدف اول لفريق ماميلودي ساندانس مشاهدي الكرام عن طريق اللاعب فيلا كاتسي. ولكن اتمنى صادقا اتمنى نشوف الاعاده مره اخرى. غريب مخرج المباراه لم يعطينا صوره ما حدث في اللقطه الماضيه والكره التي غلطت الدفاع. هذه الاعاده مره اخرى. التصدي من ياسين الخروبي وفيلا كاتسي هنا ليس هناك اي شيء ليس هناك اي شيء. هذه الاعاده مره اخرى كرة التي غلطت المدافعين لتستقر في المرمى مشاهدي الكرام. ولكن الهادي في حاله تسلل على لاعب بيلياتشوف ياسين الخروبي يتصدى وبعد ذلك فيلا كات تلعب على ربيع جلبية محمد ونجم يرفع ونجم ارضيه جول. حمراء وبيضاء شكون هي الوداد عينية. يا سلام عليك الحداد حطاله بالراس سجل. نعم هنا الهدف التعادل لفريق الوداد الرياضي بعد عرضية مثالية من وناجم عمل رايع للسابق محمد وناجم. شوف الإعادة مرة أخرى. يا سلام على هذه اللقطة غزوة بدر كدارين وناجم يمشي في الجهة اليسرى. نعم يرفع بهذه الطريقة لم تتجاوز الخط يخرج لهم إسماعيل الحداد يحطها في المرمى إسماعيل الحداد. واحد واحد سيد إفريقيا وسيد الدوري المغربي.